السلام عليكم. 4 مليون و100 الف مشترك النهارده يا شباب، نلعب لعبه محاكي السوبر ماركت. وزي ما انتم شايفين يا شباب، في مفاجات كتير. المحل كله مظبوط ظبطت السنين زي ما انتم شايفين يا شباب. قلت قبل ما ابتدي الفيديو اظبطه الاول وبعد كده نبتدي الفيديو، وفتحنا الباب السري وعملنا اكبر مخزن في تاريخ تاريخ طبعا اللعبه عندنا في القناه طبعا يا شباب. وهنا يا شباب رتبت البضاعه وعرفت ازاي يا شباب. طبعا انتوا قلتوا لي في الكومنتات ان دوت ملح، شكرا لكم يا شباب، انا ما اعرفش غباء الخارق ما وصلنيش لكده ازاي. المهم يا شباب، بقى عندنا 2 عمال كاشير، بقينا في ليفل 24، بقينا مفلسين. لا لسه رايس ان انت تعمل لايك وتشترك في القناه بس كده. هنبتدي يا شباب النهارده، يوم جميل لذيذ لطيف، ومعانا كل شيء تحت السيطره، كل حاجه تمام. الزباين ما بتشتكيش، معانا الكراتين الفاضيه افري وير. بص بقى العمال شغالين الله اكبر بدون حسد، الدنيا شغاله فل سمبتيك. هب بس دي شكلها وحش هنا، والدنيا شغاله تمام. بص الزباين ما بتشتكيش الحمد لله يا شباب من اي مشكله خالص، والدنيا تمام فله. كل اللي ناقص بس انت تعمل لايك. بص بقى يا شباب، بقى عندي رف مخصوص للشاي والبن، ورف مخصوص للشوكولاته مع السكر مع الكيكه. مع الكيكه دي قربت تخلص، مش مشكله. هنا يا شباب المكرونات، مكرونه سباكيتي على مكرونه عاديه. ايه الكرتونه دي؟ الكرتونه فاضيه مش مشكله. هنا قسم الالبان، هنا النوتيلا، هنا في شاي تاني غير الشاي دوت. طبعا يا شباب الدنيا فل سمباتيك. كل اللي عليا ان انا واقف بديري ايه المكان بس. ازاي يعني؟ مثلا الزبون دوت واقف بيحاسب يا شباب، انا ببص عليه لو ماشي متضايق من حاجه انا بشوف شكوته اهو، بيقول لك رايس بس إيه، مفيش رز بسمتي في المحل، مفيش رز بسمتي في المحل. ازاي نروح بقى ايه نعمل اكبر صفقه رز بسمتي اهو يا شباب؟ ايه ده بتاع فل شيء اعمل. استنى بس كده، انا طالب ايه؟ كاندي. اوكي يا شباب هنجيب بردك رز بسمتي كده يا شباب. ايه ده 350؟ طيب لما اوصل ل 350 هجيبه. بس هو نور بس النور ده كده بس. احنا يا شباب هنلاقي الرز البسمتي طبعا وصل بره، فانا هفتحه دلوقتي يا شباب وادور له على الرف بتاعه اهو. زي ما انتم شايفين رصيته انا على طول، مش شرط ان انا ايه اخلي العمال هم اللي يرصوه. والحمد لله معانا بضاعتنا كلها تمام. ده الكندي، بص بقى يا شباب عندي هنا مخزن كندي حرفيا، شايفين يا شباب 6 كراتين كندي. ده ايه ده؟ كرتونه مكرونه حطها هنا معلم مع صف المكرونه اهو. بصوا في كرتونتين مكرونه هنا، وفي يا جدعان بقت اسطوريه. ازاي لسه ما عملتش لايك؟ طبعا انا جبت كرتونه بسمتي هنا بالمره، بما اننا مش لاقيين حاجه نعملها. ولكن يا شباب هدفنا ايه بقى في الحلقه ديت؟ هدفنا يا شباب مش الفلوس وبس، هدفنا ان احنا نفضل نعلى بالليفل لحد نوصل لليفل 25. طبعا ده ليفل صعب جدا. ليه بقى؟ هيتفتح لنا مميزات تانيه كتيره جدا. طبعا انا عملت اوردر دلوقتي برز بسمتي تاني الحمد لله. طبعا هنا بقى هوريكم بقى اهم حاجه يا شباب. هنا الفواتير اللي عليا، هندفع فاتوره ماشي، هنبقى ندفع الباقي. طبعا هنا الصلاحيات، هنا المساحه. محتاجين يا شباب نلم كام؟ محتاجين نلم 4400 زائد 6700 عشان نفتح. احنا في ليفل 23 كده كده، فهنعمل توسعتين الحلقه ديت ان شاء الله. طبعا يا شباب كل ده بمساعدتكم باللايك الجميل. هنعمل التوسعه ديت النهارده والتوسعه ديت النهارده، وبعد كده يا شباب هيبقى عندنا سوبر ماركت عملاق جدا. دي هتتفتح طبعا، دي مفتوحه لسه، هنا دي وهنا ديت. فبكده يا شباب هنزود رفين كمان او 4 رفوف، يعني يا شباب هيبقى السوبر ماركو اسطوري، يستاهل ان انت تعمل له لايك. وبدانا يا شباب يوم جديد بعد ما قعدنا يا شباب بقى نبيع في البضاعه وكده. الحمد لله جمعنا هو ال 3000، ونروح يا شباب دلوقتي نشتري اول توسيعه. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه ده مش عايز تشتري ليه؟ ثواني بس، عندنا هنا يا شباب الدنيا تمام. فين بقى التوسيعه؟ ايه ده؟ ايه اللي ناقصنا يا شباب؟ انا تقريبا في حاجه غلط. ثواني نفتح بس المحل كده والدنيا كده ايه فل سمباتيك. تعالى كده يا شباب نجرب نشتريها. ايه ده مش عايزني يا شباب اشتريها ليه؟ في ايه يا عم انت؟ طب تعالى يا شباب بس نشوف ايه البضاعه اللي عليها عروض دلوقتي عشان ايه نلحق البضاعه. الشوكولاته، هات صفقه شوكولاته، مع ان عندي شوكولاته كتير يا شباب في المخزن جوه بس مش مشكله. ودلوقتي شباب المكرونه السباكيتي ماشي، هات الاوردر دوت كده. وهات بقى يا شباب ايه صفقه مكرونه سباكيتي علشان خاطر ايه نستغل ان في عرض نزل عليها بقى، وايه وهي تبقى ايه رخيصه. ودلوقتي يا رجاله نحاول نشوف التوسيعه ديت مش عايزه تيجي ليه. بسم الله الرحمن الرحيم. فين بقى؟ لا يا جدعان انا غبي، انا معايا 3400، انا فاكرهم كل ده 4400. يا عم الحمد لله، الحمد لله نابت الذكاء اللي عندي الحمد لله. ماشي تعال بس يا شباب نشوف الفلوس اللي علينا عشان عندي كرود للبنك بدفع. بص كرود كتير قوي. ماشي ادفع. كفايه كارد واحد النهارده لان انا كده يا شباب عليا بص فلوس ما بتخلصش. الفواتير ادفع.
ادفع 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 ادفع. انا رجعت مفلس تاني الحمد لله. رجاله بصوا بقى يا شباب، انا عاوز عامل او شوفوا لي حل كده تحت في الكومنتات يجي يشيل البضاعه دي. بجد يا شباب دي اكتر حاجه بواجه فيها صعوبه في اللعبه ديت. هاي الرجاله ديت يا جدعان ما بتشتغلش، بفضل انا افضل ارص في البضاعه، افضل اجيب البضاعه كده اهوت وافضل يا جدعان ارص فيها بالساعات. فدوت يا شباب بياخد مني وقت كتير جدا من غير اي متعه، بفضل ارص شغال برص بضاعه، يعني انا بشتغل اكتر من يوم يا شباب. فاتمنى يا جماعه حد يشوف لي حل بتاعتي في الكومنتات للموضوع دوت. طبعا اللبن دوت بيخلص بسرعه، فيعني الحمد لله على كل شيء. فانا مش هفضل بقى يا جدعان افضل اعمل بقى كده، انا تعبت انا تعبت بجد. الشوكولاته اهو في قسم الشوكولاتات اهو ماشي. ايه ده انا وصلت ل 5000. تعالى يا شباب بسرعه يا شباب، ايه نجيب التوسيعه. ايوه التوسيعه يا عم، فين التوسيعه يا عم؟ ايوه ايوه ايوه. ايه ده الرخص دي مالناش دعوه بيها، مش عايز افتحها، انا كرهت البضاعه كتير. ايوه 6700 4400 اشتري التوسيعه ديت. اشتري التوسيعه فين بقى؟ هناك اهيت هناك اهيت. طبعا يا شباب هنرص طبعا السوبر ماركت بشكل مختلف المره دي. ثانيه بقى واحده هقول لكم بقى ايه الشكل الجديد. دي تطلع كده قدام سنه، ايوه حاسب كده حاسب. انتوا مش عارفين ترصوا سوبر ماركت، انا هرصهولكوا انا هرصهولكوا السوبر ماركت النهارده. طلع لي بس الحاجات دي كده قدام، ايوه خليها توازل دي، ايوه ايوه حلو قوي كده. بصوا بقى يا شباب بصوا بقى، هيبقى سوبر ماركو اسطور النهارده. ايوه حلو قوي كده، هدي بقى الزقها في دي كده عشان خاطر ايه التوسيعه بقى يا شباب بقى وكده. ايه ده انا فين؟ ايوه شيل ده بس شيل ده شيل. ايه ده تصدق كنت المفروض اطلعه شويه قدام، ولكن ماشي ماشي هنطلعه يا شباب شويه قدام، هنطلعه يا شباب شويه قدام. وزي ما انتم كده شايفين يا شباب انا ظبطت الدنيا هنا ورصيت البضاعه كده بشكل مختلف، فاضل بس ان انا اكملها هنا. طبعا انا طلبت 2 جداد، ايوه هدا بقى كده هدا ان شاء الله الفكره الجديده دي هتنجح بتاعت التوسيعه البايظه ديت. بس طبعا يا شباب محتاجين ان احنا نشيل الحيطه ديت عشان الناس تعرف تنقي بضاعتها براحتها. فهضطر اجيب بقى يا شباب ايه المساحه الاضافيه الثانيه ان شاء الله يا شباب هنجيبها الحلقه ديت. طبعا احنا الحمد لله بدانا نجمع في فلوس ثاني، وادي يا شباب الرف الاخير. طبعا انا اللي هختار البضاعه اللي تتحط هناك وهنا وبقى وبتاع، وهنظبط ايه الدنيا. وانا بفكر يا شباب اروح اشتري رخصه ايه بضاعه جديده. تعالوا كده يا شباب نشوف الرخص المتاحه معانا. مانجمنت هات بقى الرخص. هنا معانا يا شباب تصريح ب 1100. تعالوا كده يا شباب بيتزا ومش عارف ايه دوج يعني فريش مش عارف ايه وتشيكن. ايه الحاجات دي يا شباب بتحتاج فريزر، احنا مش عايزين دلوقتي يا شباب نجيب الحاجات بتاعت الفريزر. فاحنا ممكن يا شباب بس نخلص الحاجات الاساسيه بتاعت الماركت، هات هاند سوب ومش عارف ايه وحاجات غريبه كده وتشيز موتزاريلا وعسل وبيض وسكر باودر. اوكي هات ده وهات ايه ده، ده بس اللي اتفتح. تعالى كده يا شباب نشوف بقى ايه اللي نزل جديد. بسم الله بسم الله، هات كده بقى ايه البضائع ديت ورينا بقى معلم الجديد. هو هنا بقى كان ده بيحتاج تلاجة، ده ايه ده هند مش عارف ايه ده، ايه ده يا شباب الحاجات دي انا مش فاهم. ده شامبو وده مناديل ورق حمام وده اسمه ايه منظف. حلو حلو ده حاجات اللي هي ايه منظفات، عشان فتحنا قسم المنظفات. ماشي هنحطه هناك بقى يا شباب في الرفوف الجديده. هات اتنين من ده واتنين من ده واتنين من ده واتنين من ده واتنين من ده بس. اوكي اطلب. مفيش فلوس ولا مفيش وقت؟ تقريبا مفيش وقت، المحل اتقفل. يعني عايز ابتدي يوم جديد. اوكي تعالى يا شباب نبتدي يوم جديد ونشوف الموضوع دوت هيرسى على ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا الكراتين كتير قوي بره، افتح بس كده المحل اوبن. اوكي يلا رجاله ده انتوا هتتنفخوا النهارده يا رجاله في الشغل. هات بقى ايه اتنين من ده واتنين من ايه ده ماكس. احنا نسينا نكمل. اوكي اوكي هات بقى اتنين من ده واتنين من ده وايه تاني بقى، زود بقى من كل واحد واحد. ايوه حلو قوي كده يا شباب، كده احنا فل سمبتيك. ايه ده مفيش فلوس. اوكي هنجمع شويه فلوس لحد ما البضاعه دي ايه تيجي يا رجاله. وهنا يا شباب ظبطنا الدنيا وظبطنا الاداء، بس ناقص لنا ايه ان احنا نعمل ايه، قلت نعمل ايه ان احنا نعمل التوسعه الجديده. اوكي بفكر يا شباب اغير وضعيه البتاع دوت، يعني بفكر يا شباب اغير وضعيه التلاجات ديت لان هي كده بقى شكلها مستفز. فانا بفكر ارصها كده اهوت، يعني تعالى اوريكم ايه اللي في دماغي. استنى بس تعالى كده ايوه التلاجه ممكن، ايه رايكم يا شباب نعملها كده اهوت دلوقتي؟ انا بفكر يعني، قولوا لي اقتراحاتكم برضه يا شباب. بس انا شايف ان ديت هتبقى ميزه حلوه. طبعا دي التلاجه الفردانيه لسه عايشه معايا بقالها زمن من بدايه ما عملت المحل. هات ده ماشي اوكي، بس ده خليه هنا كده دلوقتي. وهات ديت الزقها في التلاجه الفردانيه ديت، ايوه
حلو قوي كده يا شباب. في متسع تقريبا، يعني في متسع لتلاجة دبل من دي. ايوه هدي كده، يا رب تيجي يا اخي، يا رب تيجي، يا رب تيجي، يا رب تيجي، يا رب تيجي. ايوه الحمد لله جت يا شباب، حلو قوي. بقى عندنا شباب 1 2 3 4 5 6، عشان دول الشباب بتلاجة، فعندنا 6 تلاجات حلوين اهوت. وعندنا اكبر سوبر ماركت. اه يا جدعان عايزين يا جدعان نرص بضاعه. بص يا شباب انا هشتري التوسيعه الثانيه دلوقتي، بس اعمل الاوردر دوت وتعالى نشتري بضاعه، قصدي توسيعه. فين التوسيعات اهي؟ هات التوسيعه ام 6700 ديت، حلوه قوي. ورينا بقى كده يا شباب، بقى معانا مساحه. او ماي جاد، او ماي جاد، معانا مساحه حلوه جدا. تمام يا شباب، ولكن يا شباب احنا ايه عايزين نطور من نفسنا اكتر طبعا. ايه ده انا شلت الرف ده ليه؟ ثواني كده انا كنت هعمل ايه؟ ممكن يا شباب نحطه هنا. تمام هاتوا بس كده، شيل الكرتونه ديت ارميها كده، هات الكرتونه ديت ارميها كده، عشان بس احنا عندنا سوبر ماركت ضخم. فاحنا ممكن يا شباب ايه، تعالى كده يا عمو، تعالى كده يا عمو، تعالى بس هنا كده لم بضاعتك من هنا. الراجل على هنكت قال استاذ عجه، قال له شال الاطفال. ماشي يلا. بقول لك ايه يا عم ممدوح، امتى شد حيلك شويه. وانت عم سمير اخلص، فين الرجاله اللي بره؟ بقول لك ايه، فين الواد التاني؟ فين اللي شغالين؟ يلا اشتغل يلا. انت هو يلا انت يلا، شيل لك الكرتونه دي عدل. شيل، انت بتضحك على ايه؟ في ايه؟ الناس دي يا جدعان هتجنني. بقول لكم ايه، انا لازم يا شباب اشتغل بقى بجد. فين يا جدعان بقى البضاعه اللي جت جديده؟ او ماي جاد، دي المنظفات. اوكي خلي الركه ديت للمنظفات دلوقتي، هدي مسحوق من ده. اوكي رصه هنا بس كده، رص هنا، رص هنا، ارمي دي بره. اوبا يلا يا جدعان، ده انا هغوص يا جدعان، ده انا هغوص في الحاجات دي. ده المناديل، اعمل الرف دوت مناديل. او ماي جاد، ايه ده؟ دي بتشيل واحده بس؟ بتشيل كرتونتين؟ انتوا بتهزروا يا جدعان، انتوا بتهزروا. ارمي ده يا عم، ده ايه ده؟ ده مكرونه ارميه، مش عايزينها. ارمي دي، ده الشامبو، ده الشامبو، حلو. الشامبو ده اكيد يا شباب بيشيل كتير في الرف. خلاص كده تمام، عملنا الرفين دول شامبو. اوبا يلا يا جدعان، عايزين يا جدعان حد يجي يشيل يا جدعان بجد. يا جماعه الحاجات كترت قوي وانا تهت ومبقتش عارف اعمل ايه ولا اسوي ايه يا شباب. ده ايه ده؟ ده بقى الازازه دي فيها ايه؟ ده برفان، ده معطر جو تقريبا يا شباب، صح؟ ممكن يكون معطر جو. ما علينا يعني، مش هتفرق، ما كده كده خربانه خربانه. ده ايه ده؟ ده فانيش ده ولا ايه ده؟ ده هاتوا هنا، هاتوا هنا معلم. اوبا يلا، اللبن خلص والدنيا خلصت عندي، والفلوس بس بقى معايا فلوس، بس الفلوس برضه خلصت يا شباب. ماشي مش مشكله يا شباب، هتتعود، كل حاجه بتتعود ان شاء الله. ماشي انا بقى ايه، هحاول ارص البضاعه ديت قدر المستطاع واجي لكم تاني. 10 years later. طبعا يا شباب انا بعد ما مريت بتعب ومجهود كبير زي ما انتم شايفين ظبطت الدنيا، فاضل بس يا شباب كميه البضاعه اللي ناقصاني، ويبقى كده الدنيا بقت فل سمباتيك. المخزن هنا يا شباب جبت فيه رفين جداد، وكده يا شباب بقى عندي مخزن عملاق جدا فيه بضاعه كتير جدا. وهنا يا شباب بقى عندي سوبر ماركت ضخمه جدا، بس محتاج ان هو ايه يترتب. دي هترجع ورا هنا شويه، يعني مثلا ممكن اجيبها هنا ودول اقدمهم قدام عشان احط وراهم رف. طبعا انا محتاج اقتراحاتكم تحت في الكومنتات، وهنا هزود يا شباب صف تاني من دوت. يبقى كده يا شباب انا كبرت السوبر ماركت بتاعي جدا، واقعد بقى يا شباب انظمه كده باسلوبي وبطريقتي. وبكده يا شباب يبقى احنا عملنا هدف الحلقه ديت. ناقص بس يا شباب كنت نفسي اكبر المخزن، تعالوا كده يا شباب نشوف معانا فلوس نكبر بيها المخزن. لا يا شباب لسه يا شباب محتاجين 2250، احنا معانا 1400. طبعا نقفل السوبر ماركت عشان الناس دي ترص البضاعه براحتها، عشان خاطر ايه الزباين تيجي تلاقي بضاعه كده كده الوقت واقف. فالدنيا هنا فل سمباتيك، انا بشويه الفلوس اللي معايا دولت يا شباب هجيب بضاعه ارص بيها البضاعه اللي ناقصه، ويبقى كده الدنيا تمام. ناقص بس انت تعمل لايك علشان ايه نشوف ده كله يا شباب الحلقه الجايه. وطبعا يا شباب الحلقه الجايه هدفنا هيكون ان شاء الله ليفل 30، وكده يا شباب احنا كبرنا وعملنا وفتحنا حاجات جديده لحلقه النهارده. شوفوا ايه يا شباب اللي ناقصني واكتبوا لي تحت في الكومنتات. سلام.